مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى حلقه جديده من تونس. مرحبا، شكرا لكم على المتابعه والمشاهده. بعد غدوه الصمت الانتخابي، بعد سويعات ما زالت في الحمله الانتخابيه توفى نص الليل بالضبط، ونهار الاحد يكون التصويت في الانتخابات البلديه او الانتخابات الديمقراطيه بلديه تجرى في تونس. التوانسه باش يكونوا بكثافه نهار الاحد يصوتوا في الانتخابات البلديه. حاولوا كان نقنعوكم ولا يقنعوكم ولا، للبعض اللي هو مش مقتنع بالتصويت، والبعض اللي يمكن ما حددش خيار ونجم يمشي توا على الانترنت وكذا ويلوج ويحاول يشوف البرامج باش يعرف في الدائره نتاعو شكون اللي موجود، والا غدوه زي نجم يمشي خاطر ما يتقلعوش غدوه، يقعدوا معلقين. يقعدوا معلقين ما يتقلعوش. باش نحكيو في هذا. هلا عمران، عسلامه. مرحبا. نائبه عن نداء تونس، مرحبا. شكرا، يعطيك الصحة أبو بكر. أهلا وسهلا، ورحب بحذايا بسي أنيس جربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرحبا. شكرا سي أبو بكر. أهلا وسهلا، باش نحكيو على استعداداتكم للانتخابات البلدية. هلا حد حاضرين؟ إن شاء الله. حاضرين إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله. بحول الله. منظر بالحاجة علي عسلامة. أهلا وسهلا، نائب بمجلس الشعب أيضا مستقل. مرحبا، وسي رفيق الحلواني، مرحبا بك، المنسق العام لشبكة مراقبون. مرحبا عسلامة، سافا؟ الحمد لله. حاضرين انتم زادة لملاحظة الانتخابات ولمراقبة الانتخابات. ان شاء الله. أستاذ محمد عسلامة. مرحبا، مراقب بني زادي زادة. أنت شو؟ مراقب بني زادة أنت مراقب بمفهوم آخر. للحملة الحملة الانتخابية. بعد شوي يشكر معنا رئيس أيضا منظمة عتيد لمراقبة الانتخابات من تونس. تصويت الأحزاب أو القائمات المستقلة، التصويت أو المقاطعة، زوز نقاط شطرحوها من اليوم في من تونس باش يتفاهم النقاش، ثم قبل فما بعض الدعوات للمقاطعة حتى من مثقفين اللي يدعيوا، ما فهمتش علاش داير، علاش يدعيوا إلى المقاطعة ويلتقيوا في هذا مع كتيبة عقبة بن نافع اللي مازالت خرجت بيان وطالب فيه وتقول فيه للتوانسة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وتدعو فيهم إلى عدم التصويت في الانتخابات البلدية. اللي يحب يلتقي مع مصالح كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية خلي يتقاطع معها. باش نبداو مع كاميرا حسين. أوكي، خلينا نبداو بالفقرة التي تلدغ كل جمعة. تلدغ ولا تلدغ. تلدغ ولا تلدغ. مش مرتين هذه. لا، تلدغ ولا تلدغ. ولا تلدغ. أيوا. باش نحكيو على الحملة الانتخابية، لكن مش فلوتيو، باش نحكيو على حزب كان موجود في شارع الحبيب بورقيبة. مش غطينا ليزافيش تاع الحزب، اما باش نوريكم خاطر في كل لي طونت اللي تعملوا في وسط لافنيو ديما فما البوق الكبير اللي يحطوا فيه الغنيات اللي تشهي العباد انها تمشي تتخاطب مع الناس الموجودين تحت الخيمه وانه يحكيوا معاهم بطبيعه الحال باغاني تشهيهم باش يمشيو ينتخبوا والاغاني تكون تستقطب فيهم، معناها اغاني وطنيه، اغاني تحث على المشاركه في الشان العام. لانه الخيمه هذه اختارت اغنيه معينه باش نعديها لكم وفهموا حدكم مستوى الحوار بين الحزب والمنتخب. وشكي سبحان ربي ابو بكر. قائمة مستقلة ولا؟ لا حزب 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 شكون يشكي ديما المواطن هو اللي يشكي عزيز. وين البيدي شو سبحان ربي ابو بكر، صورت الفيديو ما صورني حتى حد من تالي ريته كوبي رايت. باش نواصلوا مع سيونس جوريديك. في سيونس جوريديك كانت فما ندوه اشرفت عليها عميده الكليه السيده نيله شعبان اللي هي كانت كاتب دوله المراه سابقا، وكان معاها السيد مبروك رشيد وزير املاك الدوله حاليا في تقديمها لموضوع الندوه. السيده نيله شعبان كان عندها طريقتها الخاصه في التقديم. انا سعيده جدا للتحديث بكم في اليوم هذايا اللي تم تخصيصه La conservation de la propriété foncière des sociétés commerciales et l'investissement. Tajoua qui m'a tabou. ترجمة كل واحد اثنين في الترجمة في الباك المدام باهي ممتاز ياسر. خلينا نوصلوا باش نكملوا في حكاية الترجمة مع كلمات خالدة لقطتها الكاميرا في عيد الشغل في مدينة الثقافة. بس ملاحظة حسين، ما نقراوش ترجمة في الباك، راهو بعد الباك نقراو.
اوبسيون قريت هنا باكي كوني خرينا ترجمة قبل الباك خرينا ترجمة قبل الباك عندك الباك بكرة صغار يسرتوا باك تمام جاوز بسرعة اعتذر قديم تو اكتشفتني انا كبرت ما تحسوش بها تقول انا مش ديريكت نمشيو لعيد الشغل اللي كان صار في مدينة الثقافة عرس ديمقراطي وموجودين فيه الشخصيات الكل في العرس هذا في لحظة الخروج كنت صورت فيديو دردشة بسيطة بين فوزي عبد الرحمن وزير التشغيل وحسين العباسي الأمين العام السابق للاتحاد العام لتوصيل الشغل الدردشة هذه تقريبا سيد حسين العباسي يعرف أني نصور لكن سيد فوزي عبد الرحمن لا يعلم أني نصور ماذا قال فوزي عبد الرحمن لحسين العباسي أبو شكون لعبت صح اللي لازم استنى خلينا نفهم الحكايه احنا من الاول هو نورمالمون فما حكومه ومعارض ولا عبيت تتناقش مع الحكومه لعبت صح انا اللي تقصده انت خطيتي تقريبا مش مع الحكومه بما انه التحويل قريب لا وقت يوجه كلامه حسين العباسي ويقولوا لازم عبيت صح لازم تفهم لازم تفهم يلا ما في يلا تحب نخليه التحليل بيناتهم لقبيين في بعض شو دخل اعلام نعم فوزي عبد الرحمن لقب لا 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 يا سي منذر حبيت ندقق معك برا اوكي حبيت توحلني معي لا باش ما يحصلش الخلط تفضل ترجم واش نقابي كيفاش حسين يطلع نقابي حكايه اخرى شكون حسين اني راس مالي مبكر طلع نقابي ما في بالكش ولا مبكر كنا نقابيين دافع على ضعفاء الحال اي هو كذلك نمشي لضعيف نمشي لرئيس الحكومه وقت اللي باش نحكي على افتتاح نيابوليس فارما اللي هي كانت كما قالوا عليها دره كبيره برشا في الانتاج الادويه مش تربح الدوله 25 مليون دولار من العمله الصعبه اللي كانت تخرج باش نجيبوا الدوائات اللي تعالج السرطان الحدث الكبير هذا كان حاضر فيه رئيس الحكومه وكان حاضر فيه وزير الصحه زاد كان حاضر فيه السيد سمير مجهول برشا شخصيات وكان في كلمه الافتتاح وحتى في تصريح السيد سمير مجهول اللي هو مستثمر ورئيس اتحاد صناعه وتجاره وصناعه تقليديه بالطبيعه واللي سيد يوسف شاد كان في كلمة الافتتاح وحتى في التصريح لاحظنا عنده كلمة تتعاود برشا أهم الحي حقيقة اللي حقيقة منتينة رجل حقيقة أهم الحي على التفاني تطلب حقيقة معناها والمستثمرين هذوما اللي حقيقة معناها لأنه هذه حقيقة فيها مستقبل كبير حقيقة حددت عندك مستقبل كبير سيد رئيس الحكومة نواصل ونمشيو إلى رئيس كيفاش؟ ها؟ قلت بدون تعليق علاش الحقيقه علق علق حقيقه حقيقه شي يقول لك حقيقه تقول حاجه سي ابو بكر كل حاجه قال حقيقه ثم علم اسمه الاناليز دو تكست كيتعاود برشا مرات في ثلاثه جمل كلمه كيما هكا لها ما تعنى ستر ربي شنو في نفس الجمل ولا لا ماكش متباعدين على بعض في الاخر لوجوا على الحقيقه كان هو عمل مونتاج ولا هذاك ايش بكم كل مره تتهموا فيه بالمونتاج هو خدمته مونتاج لا المونتاج لا لا ما قالنا في لبس ما نعرف في وقت لصقت الحقيقه لبعضها لصقت الحقيقه شكون ماني سيام بسدين بالتصرف حصل انا احكي لكم على الفيديو اللي كنت صورته في الاخر بكل بعد الزياره لانه تكنولوجيا كبيره كانت موجوده في المركز وكان زاد حفظ صحه كبير برشا واحترام كبير برشا لقواعد الصحه بعد ما وفات الزياره يوسف شاهد رئيس الحكومه يتوجه الى سمير مجهول ويقول له الجمله هذه اوبا شنو هذه اش تقصد وش بيه معمل طماطم ومع العلم ان السيد سمير مجهول عنده معمل طماطم لا زيد لا 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 اوكي قالوا هذه مش طماطم والله ما غير من اول زيد بدون تعليق ما قصدي طماطم يلزمها دواء زيد
بعد الطماطم فاتت لازم ناخذ الدواء كل مرة. نتباهى في نوابنا كل شيء يلقاولو. الجمعة اللي فاتت معناها محمد صلاح قاولو توريثة. ديما الدفاع لسان الدفاع ديما عاد. هاي نمشيو سيد وزير الصحة اللي هو نورمالمون أول واحد مهتم بالتدشين هذا، صحيح ولا؟ المعمل الكبير. سيد وزير الصحة كان بريسك الحاضر الغايب، خلينا نشوفوه تموقعه خاطر نورمالمون يكون في الصفوف الأولى بعد رئيس الحكومة. ترى نشوفوه وين ديما هو. Les أكيد مش تعداني الأول، أكيد حاسين باش نكملوا مع رئيس الحكومة اللي كان كي أول ما دخل البلوزة اللي عطاوها له هذيك كانت باسمه، حتى وزير الصحة زاد باسمه البلوزة، لكن كي يجي خارج صورنا لحظة الخروج. سيد الرئيس نجم تروح بها باسمك. هي تنجم تنفع سوفينير كيما تنجم تستعملها وتدشم بها معمل طماطم مثلا. نفهم بعد شغل وقت اللي باش نحكيو على اتحاد عمال تونس اللي استقبلوني يعطي الصحة كمون في يوم احتفالهم، وبعد ما استقبلوني بعد ما عملت بعض الانترفيوات وين يخرج لقيت مناضلي اتحاد عمال تونس قاعدين يحتفلوا بالعيد، وكانت اغاني وطنيه حتى اغاني تدافع عن القضيه الفلسطينيه كان يتم ترديدها من عند مناضلي اتحاد عمال تونس. نعدي لكم لقطه من الاحتفاليه في مقر اتحاد عمال تونس. الملايين في معمل طماطم. شكرا لكم كانت هذه كاميرا عظيمة. شكرا. وهذه ما عادش اغنيه ملتزمه، قلت اغنيه المطالبه بزياده في الاجور. عندها تعلق بالالتزام. شكرا حسام. كانت هذه كاميرا حسام. باش نمشيو نحكيو على الانتخابات البلديه، لسعاده الانتخابات البلديه مع سريج الجربوعي ضيفنا عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وايضا ضيوفنا الانتخابات البلديه. فما سالنا بعض المواطنين باش يصوتوا ولا، وايضا بعض الدعوات تبعناها على فيسبوك من بعض الاشخاص حتى الشخصيات المعروفه، فما حتى فمشكو فيها مشكون دعا الى المقاطعه. مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقرر إجراءها يوم الأحد يكثر الجدل حول مقاطعة تونس الاستحقاق الانتخابي من عدمه. الجدل بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوة البعض لمقاطعة الانتخابات على غرار الكاتبة ألفا يوسف اللي كتبت ستاتيو على الفيسبوك قالت فيه: من حقي أن لا أنتخب ومن حقي أن أدعو لمقاطعة الانتخابات. وسبب اللي خليها توجه الدعوة هذه أنه لا جدوى من الانتخابات سوى ترسيخ منظومة الحكم الفاسدة والعاجزة حسب تعبيرها. الدعوة هذه ترد عليها الكاتبة رجاء بن سليمة بستاتيو فيسبوك انتقدت فيه موقف ألفا يوسف واعتبرت أنه تفكيرها الثانوي ذو طبيعة دينية ويحتقر الديمقراطية. بن سليمة تكتب ستاتيو آخر على فيسبوك تقول فيه أنه الحماقة الكبرى هي الدعوة لمقاطعة الانتخابات، حماقة مع عدمية مع قصر نظر وسينيزم. هذا كان رأي رجاء بن سليمة من مطالبة بمقاطعة الانتخابات اللي كتبت زادة: قاطعوا الحماقة ولا تقاطعوا الانتخابات. يتواصل الجدل حول الانتخابات البلدية بين منادي بالمقاطعة ومنادي بممارسة الحق الانتخابي. رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن كتب على صفحته بالفيسبوك: سأنتخب من أجل الخروج من منطق الخوف والكره، سأنتخب في كل فرصة يتيح الزمن من جديد. بشرى بالحاج حميدة كتبت هي زيد على صفحتها بالفيسبوك أنه دعوة البعض من المثقفين لمقاطعة الانتخابات البلدية يفجع، وأنه كل هامش من الحرية نكتسبوه نضيعوه.
الجدل حول الانتخابات يتواصل وتضارب المواقف بين مقاطع ومشارك اللي شفني على الفيسبوك تقريبا نفسه للقناة في آراء التوينسة في الشارع. مانيش منتخبة حتى حد، خطر ديسيبسيون من اللي انتخبناهم وما رينا شيء، ما فما حتى تحسن، ما فما حتى حاجة اللي تشجعك باش تزيدي تنتخبي أي واحد منهم، أي كان مستقل معناها متحزب، أي كان الكل كي بعض. توا ولت عنا ثقافة اللي نعرفه كونه زيد باش يوهمونا ويبيعونا كلام معناتها وعود وهمية، فهمتني؟ نعاد ما تيهم الثقة. أنا مقاطع الانتخابات في تونس خاطر الأحزاب الكل تخدم في مصالحها الخاصة وما تعنيني حتى شيء الانتخابات في تونس. فقدت المصداقية، كلها وعود كاذبة، كلهم يكذبوا على الشعب. أنا مانيش باش ننتخب، مانيش صارفة بحتى حد فيهم. باش ننتخب في البلدية، في انتخابات البلدية، عندي ثقة في القائمة اللي باش ننتخبها وفي والحزب اللي تابعه زادة، فهمت؟ عندي ثقة فيه. أنا ضد مش تنتخبتي كيفاه؟ شو معناتها؟ ومن بعد إيه؟ موتوا يحطوا لك اللي يحبوه، ما انتقاد في مشكله هي بالسير باش يشدوا هما يحكموا. عاد امشي انت انتخب وحط، فهمتني؟ حاول تحط اللي تحب عليه، كان جاي ما جاش باش ننتخبوا معناها في الانتخابات البلديه باش نعوض النيابات الخصوصيه على الاقل يجيونا جماعه معروفين. هذا وكان دعا رئيس الجمهوريه اليوم الباجي قايد السبسي توينسا للتوجه لصناديق الاقتراع والمشاركه في الانتخابات البلديه، واكد انه نهار الاحد مش نهار عادي وانه الانتخابات البلديه مش مساله بسيطه بل مهمه جدا. ما امامنا كان يوم الاحد، ويوم الاحد هذا مش يوم كيف ما العاده، يعني لاول مره الشعب التونسي مدعو باش يشارك في الانتخابات نتاع البلديات. تظهر قضية بسيطة وهي قضية هامة جدا، معناه أن تونس مواصلة طريقها نحو تكريس المسار الديمقراطي. بعد تضارب الآراء بين اللي رأى أن الانتخابات البلدية أمل جديد لإنقاذ البلاد وتحقيق البعض من مطالب الجهات، والبعض الآخر اللي ما يعير حتى اهتمام للاستحقاق الانتخابي هذا رغم أنه الأول بعد 14 جانفي، فهل أنه الانتخابات هذه باش تكون أداة الشعب التونسي لمعاقبة الطبقة السياسية والأحزاب؟ علاش لازمني نصوت نهار لحد بعد غدوة في الانتخابات البلدية؟ شنو هو اللي يقنعني؟ شنو اللي يخليني نهز روحي ونمشي ننتخب في الانتخابات البلدية؟ ما ريت شيء تبدل، هذه نحكي لكم في بعض الكلام اللي تقال، ما تبدل شيء، ما ربحنا شيء من التصويت، يجريوا على الكراسي، يخدموا على مصالحهم، البلدية هي بيدها باش تكون كيما التشريعية، يجيوا غاي يصوتوا لنا هنا ربحنا ومن بعد سيبوها ما عادش نراوهم. هذا الكلام اللي قاعد يتقال، ما ربحنا شيء من الانتقال الديمقراطي. ونضرب الحاجة عليه، هذا كلام يتقال، دعوات، عبيد يقول لك ما عينيش، مانيش باش نصوت، ما تعني لي حتى شيء، مانيش فرحان، سخط على الأداء السياسي الكل، كل واحد والحجج نتاعو لعدم التصويت. ثم زوز مستويات، المستوى الأول المعاينة واللي تو ما جبدتش، حتى هو ما تقالتش. ثم المستوى الثاني اللي هو التفسير. وربما المستوى الثالث كيف التعامل مع هذا الوضع الجديد. منظر استوي الميكرو تاع مزي طلعك الميكرو قطعي حي فالا كيفاش سي باي دوتو بيسيل حط وين جاي انت ون تاونجيك هاي لاي اني زيك هادي زيك سيب ميكرو في الحس يا منظر سيب ميكرو في الحس يا علاش خش 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 سي بو هاي ها انا تنرجع لك هيل دونك دعوات لمقاطعة الانتخابات، شو تقولهم؟ هو أكبر خطر اليوم على تكريس الديمقراطية هو هالدعوات هذية، واني نشاطر راجي سلامة كي تقول أكبر الحماقة اليوم، خاصة كي تجي من طبقة مثقفة، إنه احنا ندعيو الناس إنها تقاطع الانتخابات، لأنه في مقاطعة الانتخابات إذا كانت تصور إن هما باش يعملوا عقوبة إلى طبقة سياسية اللي هي اليوم مزادت قاعدة تمارس في مرحلة جديدة أصل على النظام ككل، هذا في حد ذاته هو معاقبة للمواطن في حد ذاته. يعني كنت اليوم كي متقاطع الانتخابات البلدية مش باش تصير الانتخابات البلدية مهما كان، ما تصوتش انت باش يصوت غيرك، باش يصوت غيرك والكرسي نتاعك انت باش ياخذوا غيرك اللي انت ما نجمتش تعبر على رغبتك فيه، لانه الطبيعة بطبيعتها تأبى الفراغ. نحن اليوم نرجعوا شوية، احنا عندنا التونسي للأسف الذاكرة قصيرة، نرجعوا انتخابات ألمانيا مثال، وقت اللي ثم عزوف على الانتخابات الكرسي متاع ألمانيا في التشريعية، وقت اللي ثم عزوف شنو صار؟ اليوم عنا نائب 200 صوت، هال 200 صوت هذوما ينجموا يمثلوا
الجالية متاعنا في الخارج ما نصورش، ما نصورش اللي الناس هذه ممثلة بمئتين صوت في مجلس نواب الشعب. غدوة هذا الخطر اللي يستنى فينا، إنه ناس ما تمشيش تصوت، لكن الانتخابات راهي باش تصير، باش تجي ناس ما تمثلناش، باش تجي ناس اللي هي ما عطيناش أصواتنا، ما تنجمش تعبر على رغبتنا، تنجم تجيب لنا مشاريع وتجيب لنا برامج انتخابية احنا ما نعرفوهاش باش تسلطها علينا ونكونوا محكومين من ناس ما عطيناهمش الثقة متاعنا. هذا الخطر الروين. لا كيفاش تنجم تجي في وجههم بعد الواحد عضو مجلس بلدي وتقولوا انا صوت لك؟ لا وفرق انا بعيد. صوت لك ونحضر ونحب نراقبك، كيفاش باش تراقب؟ وفرق بعيد. هذا هو هو اولا مفهوم المواطنه. شو معناه مواطن؟ مواطن انك انت تمارس حقك اولا في الانتخابات، انك انت تعطي صوتك، انك انت تكون ممثل في القرار. القرار اليوم على مستوى مجلس بلدي راهو ماهوش مجلس تشريعي. مجلس تشريعي هو عنده نيفو اخر، نيفو تشريعي. اليوم المجلس البلدي ممثل في منطقتك والجهتك اللي باش تشوفه كل يوم، هو اللي باش تحل الباب الصباح باش تشوف الانجازات نتاعو. اليوم باش نتحدثوا على الانجازات اللي نجموا نشوفوها، يلزمنا نختاروا الناس اللي نجموا نتعاملوا معاها واللي نجموا كل يوم نشوفوها ونجموا ندق عليها الباب غدوه. لانه اذا كان غدوه باش تمشي البلديه حتى باش تخرج مضمون تلقى ناس ما تعرفهاش، هنا يكمل الخطر. باه باش تخرج باه منظر. اولا اللي قلت انت، انا عندي عليه اعتراض منهجي اللي قلته انت قبيله، انه كي ما تصوتش كيفاش تخزر له في عينيه وتقول له كيفاش نراقبك؟ لا خلينا نفهموا في حاجه ساعه، حاجه بسيطه جدا في تونس وفي كل الديمقراطيات في العالم وفي دستورنا داير وفي المجله الانتخابيه قانون واضح. المنتخب ما هوش النائب كان اللي انتخبوه. لا خليني لا 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 خليني لا 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 دونك من حق الناس الكل اللي صوت لك واللي ما صوت لكش واللي ما مشاش يصوت من حقه باش يراقبك. انت ما مشيتش انتخبت. لا اسمعني فهمني، خليني نكمل لك. هذا دستوريا حق. واضح. لا 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 ما فيهاش حتى نقاش، ما تنجمش نقاش حتى انت لغيرك. لا ما فيها حتى نقاش. هذه واحده. باهي. اثنين اللي قالته هذا صحيح، تبقى شوط ثاني في التحليل. عجوز بيت الشعر، ثم صدر بيت الشعر. خلى خص لك صدر بيت الشعر شنو اللي عند التوانسه تو اللي فكروا فيه التوانسه؟ هو اللي قال باش قال سير ساكن عام جربه ففشل. خدي سيدي خويا تفشل وتزيد تحب نصوتوا لك انت؟ ما نتعبش الناس، الناس ولات عندها عزوف. علينا اذا الرجوع الى ظاهره العزوف على التصويت ونفهم اش معناتها. ونحاولوا اللي يتحدث عن المسار الديمقراطي، ما ثماش مسار ديمقراطي برك في بلاد. ثم مكونات مختلفه في بلاد، بما في ذلك المسار الديمقراطي، بما في ذلك اسونسيلمون مي نون اكسكلوزيفمون، سامحني. مش هذا الموضوع. الموضوع ان التونسي وقت يقول كما كانوا يقولوا في الروبورتاج اللي عديتوه، انا ما عادش نمشي نصوت خاطر ما عادش عندي فيهم ثقه. ثم مشكل ابو بكر، ثم مشكل في الاحزاب، في ثقه المواطن في الاحزاب. وعلاش قلت لك معاينه قبيله توا نعاود نرتب؟ لا الانتخابات هذه فيهاش كان الاحزاب، راه فيها المستقلين وفيها الائتلافات وفيها الاحزاب لا 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 معناها التصويت، التصويت ما تدخليش في ما تدخليش في في لا 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 بالعكس بالعكس ماكش. انا اليوم انت اليوم تحب تقول التوانسه برا مشيو صوتوا يا ودي؟ سامحني مش انا مانيش فلسفه عندك ابو بكر راني خل نقول لك. نعم مانيش فلسفه، جاوبني بعرف نعم ولا. هذاك عند قاضي تحقيق، اما مش نقول لك رايي شنو انا تو، او تسمع رايي بكذا. اش فيك بتشنج منظر؟ كي تشوف مانيش متشنج بالكل، بالعكس. على سؤالي اما قاعد نقول لك، قاعد نقول لك سألتك راهو نفسر لك في حاجه اللي انت مش عجبتك برشا، ما تسالش ابو بكر. حاجه مش عجبتني. اي ما تسالش. رايك ما يهمنيش فيه. لا خليني نكمل رايي، خليني نكمل رايي ابو بكر. ربي فضلك. رايي ولاتي. عندنا مثل شعبي مش لازم نعاوده، ما نحبش نعاوده، ربما يجرح. ولكن كي نقولوا جربنا هالاحزاب هذه الكل، تجي تتبع مثلا الاستاتيستيك نتاع انتخابات المجلس الوطني التاسيسي، وتتبع الاستاتيستيك هما دايره نتاع انتخابات التشريعيه نتاع 2014 اللي طلعنا فيها احنا، وتتبع الدور الاول نتاع الرئاسيه، وتتبع الدور الثاني. ثم مسار بدا من 2011 كانت لكم لكمه كبيره نتاع مستقلين وعملوا تهبط. علاش تهبط؟ لانه ثم امل عند التوانسه انه الاحزاب باش يفضوا لهم مشاكل. لم يحصل هذا. تقول لي ما نتحدثوش فيه، علاه ما نتحدثوش فيه؟ انا جايك يا سي منذر، انا جايين تو انا مش على المستقلين. انا عطيت انا نفسر لك في سبب عزوف التوانسه على الانتخابات. انت انا سالتك سؤال. التوانسه منرفزين منا ياسر، خليني نقول الحقيقه، خليني نقول الحقيقه راني مش كم برشا من الناس. التوانسه منرفزين برشا من السياسيين
وخاصة من الأحزاب السياسية جاي. وخاصة بصفة هذا جزء آخر سي منذر. أنا سؤالي ليك كان هذا جزء آخر من النقاش أنا جايينه باش نجيوه. أما أنا سؤالي كان ليك أنا اليوم أنت شتقول تقول مشيو صوتوا ولا ما تمشيوش؟ لا لا أنا كنت أنا قلت من زمان من زمان راهو علينا من عام ونص التالي توفير ظروف جيدة لانتخابات بلدية. اليوم اش نعاين أنا؟ نعاين سيفري كمان للمجال الشؤون المحلية في النهارين بالزربة وكذا اكسترا إلى حد أن واحد ساعة لساعة ما عادش يفهم حتى شوية واش ما فيهش. واللي باش ياخذ ستة ولا تسعة أشهر باش تخرج نصوصها تطبيقية. اثنين بربي هالبلدية نحبوها تنجح سي أبو بكر. أعطيناها ميزانية أنا أعرف الموضوع بالميزانية. ما ندخلوش في التفاصيل هي. لا لا سامحني ماشي تفاصيل عايش. لا لا تفاصيل. ماشي تفاصيل. هي مجلة أحلى من عندنا. يقولوا بلدية وقت يقولوا بلدية سي أبو بكر. هذيك حاجة خصوصية. يقولوا بلدية سي أبو بكر. يلزمها تعمل كذا وكذا وكذا يلزمها فلوس. يا سيمون يا سيمون يا سيمون موجود في مجلة الجامعات المحلية بربي حاجة. أنا جيك لا لا مش كل حاجة في مقامها. يا سيمون أنا مواطن أسأل فيك. إي. شجعني باش تمشي نصوت ولا نقول لك حويجه كان عندك قائمه محترمه في جهتك في منطقتك في بلديتك وعندك ايمان كبير انه باش تضمر برشا مشاكل على المستوى البلدي والا ولا ما تصوتش واضح بالوضوح ريتك جاوبتني يعني الدور من بكري ما جاوبتني تملى عينيك وثم امل اني تفض لك برشا مشاكل مرحبا ما كانش الواه واضح والريزونمون تاع راهو كي ما تصوتش انت يجي غيرك بالطبيعة مش صحيح باش تصير الانتخابات حبيت تصير الانتخابات باش تصير مهما كان وقتها ما فيها حتى شرعية حتى نشوفوا نسبة مقاطعة ما فيها حتى شرعية باش نضربوا فيها بعد الشرعية نتاعها انا نعطي بربي ثلاث ارقام لحظة هاني جاي ثلاث ارقام لا لا بربي هاني راجع ثلاث ارقام راهو مش هذا نقاشنا هاني جاي نقاشنا بعد شوية انا باش ندخلوا في النقاش هذاك سي رفيق الحلواني انت مراقب الانتخابات وناشط في المجتمع المدني سي مضرب الحاجة لي قال كان لقيتوا قائمة تعجبكم مقتنعين بها صوتوا لا سينو قاطعوا الانتخابات انت شو تقول التوانسة؟ أنا نطلب حاجة واضحة مشيو صوتوا نهار 6 ماي مشيو صوتوا فماش علاش اليوم ما نصوتوش اللي يحب يقاطع صح عليه هذاك قناعته اليوم احنا نحكيو على المقاطعة ما ننساوش اللي فما نسبة عزوف ولا نجمو نسميها مقاطعة صارت من وقت التسجيل فما جانب كبير من التوانسة ما سجلوش احنا التسجيل كنا وفينا الانتخابات نتاع 2014 ب 5 ملايين زدنا تقريبا معناها 500 الف زايدين كهو معناها ما سمعش ولا ما سمعش حكايه صغيره ما زدناش حاجه كبيره لعده اسباب منها الهيئه مع العلم انه المسجلين في 2011 و 2014 ينجموا ينتخبوا في الانتخابات البلديه التوانسه اللي تسال انت الين اي واحد مسجل في الانتخابات 2011 اي واحد صوت في 2014 باش ينتخب غادي اذا ما بدلش باش تعرف وين تنتخب ساهل ياسر نجمه 195 نجمه رقم بطاقه تعريف دياز وتجاوبك معناها في انا مدرسه وفي انا مكتب اقتراع في انا قسم ويعطيك حتى النمره نتاعك في الترتيب هذه حاجه علاش قول التوانسه برا صوتوا لانه ما فماش خيار اخر يا تحط قائمه قائمة عندنا اختيار بين مستقلين أحزاب وقائمة ائتلافية ما عجبوكش هذا الكل نجم نحط ورقة بيضاء لو فوت بلون للأسف احنا في قانوننا ما يتحسبش ولكن احنا نجم نشوفوه كانديكاتور ولا مؤشر الان فوت سانكسيون ما عجبك حد حط ورقة بيضاء واحنا ان شاء الله موجودين باش ما تصيرش فما تخربيش على ورقة بيضاء تحولها من ورقة بيضاء الورقة ملغات الورقة ملغات ولا الورقة الحزب من الأحزاب معناها وهذا شفناه في 2014 وان شاء الله نعاود نكملوا معناها ملاحظين موجودين مراقبين الأحزاب ينجموا يحميوا صوت التوانسة هذه حاجة علاش نقولوا للتوانسة برا صوتوا عندهم الحق راهو احنا نفهموا الناس اللي ما 2011 يقول لك صوتنا وما تحسنش أمورنا 2014 صوتنا وزادت تعبت أمورنا وهذا واقع وما يختلفوش فيه اثنين واحنا برشا سياسيين ولا عباد اليوم يعني عندهم وعود معناها وعود انتخابية ووعود زائفة مش حتى زائفة نعرفوها ما تنجمش مش حتى في الصلاحيات نتاع المجلس البلدي فما تخلويذ كبير على مستوى لوفر بوليتيك على مستوى العرض السياسي ولكن احنا علاش يا سيدي شنية الاختلاف ما بين امشي صوت باش تختار الانسان اللي اقرب لك الانسان اللي تعرفه ينجم نقول الانسان علاش باش نصوت يا رفيق باش يحسن لك الكياس اللي فيه لا نحكي لا على الوطن لا نحكي على الديمقراطية لا على نظرة الشعوب الغربية والعربية وإحنا أحسن أمة أخرجت للناس مش هذا إحنا يا سيدي امشي صوت باش الصيف جاي إذا مش السنة عام جاي يتنحى لك الناموس
امشي صوت باش اولادك يلقاو حومه وين يلعبوا، يلقاو تيران باسكيت، تيران فوت، تيران هوند في حومتهم. امشي صوت باش النقل ينجم يتحسن. هاني نقول لك يعني كانت عنا نيابه خصوصيه وما عملتش هذا. نيابه خصوصيه ما هي الا اسمها، هذيك عباره على حويجه وقتيه. احنا تعبنا من المؤقت، عندنا 7 سنين نيابه خصوصيه التو مؤقتين. عباد راهي ماهيش هذيك خدمتها، دعيت لي باش فما معناها ثغره، دعيت باش معناها لملء الفراغ، مش مهمتها. اليوم عندنا نيابات خصوصيه والدوله يلزم عليها، ماهيش مزيه باش تعطي الفلوس للبلديات، بلديه ما غير فلوس، يلزم. مجلة الجماعات المحلية وقع التصويت عليها بعد لغط كبير وبعد ضغط إنور من عند المجتمع المدني باش تعديت على الأقل بور لاسامبوليك. مجلة الجماعات المحلية هي القانون اللي نظم اللي باش ينظم هالبلديات الجديدة، خاطر ما عندوش معقول ندخلوا انتخابات بلدية جديدة بقانون قديم، شو عملنا؟ هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية، فما آليات جديدة للمواطن، ينجم المواطن بعد الانتخابات راهو ماهو إلا الروندة الأولى، كأنه ماتش كورة، هذا ماتش للي كيما الكوب. ننتخبوا نهار 6 ماي باش نطلعوا العباد اللي عيننا فيهم، ما هوش باش يجيبوا لنا عباد راهو من عالم اخر، ماهيش باش تفرق برشا، ولكن على الاقل بعد الانتخابات هذه باش تكون عندنا القدره باش نحاسبوا الناس هذوم اكثر من قبل. تقول انت فما فرق بين المنتخب، بين واحد منتخب وعنده معناها ناس انتخبوه ويحافظ يحب يعاود يطلع في الاسانسور في السياسي اليوم، والناس باش يعرف، الناس باش تحاسبه، يعرف اللي لازم يجيب نتيجه، دونك باش يخدم باش يجتهد. ومن هنا اذا مجال الجماعات المحليه والقوانين اللي معاها باش تدخل تحب لها عام ونص، احنا نحكيو انتخب اليوم باش امورك تتحسن في 2019، مش غدوه باش تتحسن. راهو باش نبداو واضحين، اللي يسخاير راهو باش ينتخب غدوه الامور باش تتحسن، لا، ولكن على الاقل عندك امل. على خاطر اذا ما نمشيوش ننتخبوا والوضعيه باش تقعد كيما هي تعب نشوفوا فيها اليوم. احنا نحبوا نجيبوا ناس اليوم العباد اهل الجهه هما اللي طلعوهم، هما اللي اعطاهم ثقتهم وينجموا يحاسبوهم، وهذا ممكن. راني حاجه برك، راني نحكي على تحسينات صغار. عندنا حوايج باهيه في البلاد، لكن عندنا حوايج خيبت، عندنا حوايج لازم تتصلح، وعندنا حوايج تتحسن. مساحات الخضراء مش صعيب برشا، احنا دوله اليوم ما تنجمش سامحوني تلم القمامه نتاعها، ما هيش دوله لا يجب احترامها. اش معناها بلاد ما تنجمش تهز الزبله نتاعك، سامحوني في الكلمه، ومش ينتخب باش ينجم يهز الزبله، ينزل على العباد وهو اعطيه يا سيدي. وكيف ما ينتخبش باش تتحسن اموره؟ لا يا سيدي، انتخب باش يكون خير. اليوم عندك فرصه، الكل الخايبين اختار اقل واحد في الاحسن واحد في هالخايبين، هذا هو اش طالبين من المواطن. وغدوه يفو با ديميسيوني، اذا اليوم تنتخب وغدوه تقف على البلديه، مش تقف على البلدية، تقف قدام البلدية، وعندنا آليات أخرى باش تضغط وباش صوتك يتحسن. ما هوش تحسن تونس بعد 3-4 سنين، لا باش تولي سويسرا، لا باش تولي النرويج، لا باش تولي لكن يعني على الأقل تتحسن الأمور على أمور واقعية. باهي، باش ناخذ رئيسة عتيد بعد لحظات، سيدة ليلى شرايبي رئيس منظمة عتيد. وقفة صغيرة شهرية وبعد نرجع معكم.